صباح الخير. اليوم 23 كانون الأول 2019، بكرة ليلة عيد الميلاد المجيد. هالسنة سنة استثنائية، قادرين نطلع عليها وننظر لها بمنظرين، أو إنها نعمة أو إنها نقمة. نعمة لأنه نحن ما بحياتنا كنا منفكر أنه هالأيامات رح تقطع على أيامنا بالوقت اللي نحن عم نسعى وعم نحارب لنحافظ ونحارب لبلد حلو والبلد اللي نحن منحلم فيه. نقمة لأنه ممكن هالفترة تقطع بصعوبة وتكون كتير طويلة، بس نحن قوية ونحن إيماننا قوي بربنا وبنهار جديد ووطن اللي منحلم فيه، وبعدين رح نفتخر بالإنجاز والربح والانتصار يلي انتصرنا ونخبره للأجيال اللي جاية. بس طبيعي وأكيد ممنوع منعاً باتاً أي لبناني على الأراضي اللبنانية ما يعيد بعيد الميلاد، ونحن عم نسعى بالأم تي في وبأم تي في ألايف طبعاً لننقلكم الصورة الحلوة وجو العيد ونزرع بسمة على وجوهكم. ضيفت اليوم السوبرانو منى حلاب. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك منى. رح نحكي كتير ورح نغني كتير كمان، صحيح؟ أكيد. شو رح نسعى أكتر نغني إنفاكت، فشو رح تغني لنا بالأول؟ حابة هيك نبلش الفقرة بغنية حلوة، غنية ميلادية. حابة أول شيء صبحكم وصبح كل الشعب اللبناني وتحية خاصة للي نزلوا على الأرض وعندهم هالإيمان إنه في تغيير بده يصير ونحن قادرين نشارك ونحط ايدنا بهيدا التغيير. صحيح. للبنان افضل. صحيح. وبدي عيد اللبنانيه، انت دائما بتجبريني اغني اغاني فرحه ميلاديه. اكيد انا بحب اغني الاغاني الرايقه، فاخترت لك شيء خصوصي لك. يلا سمعينا. Hark the herald angels sing. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hearts proclaim, Christ is born in Bethlehem. يعني معقول ما تغني لنا اغاني كثير وتعذبينا بصوتك العذب اللي كثير حلو هيك الملائكي؟ منى بعرفك انك ثورجيه وفي عنا كمان اغنيه للثوره رح تقطع معنا خلال الحلقه، ونزلنا انا وياك على الداونتاون على وسط المدينه لنشوف شو عم بيصير ونشوف الامور اللي عم بتصير لعيد الميلاد اللي هي متصله اتصال مباشر. يعني شفنا شجره الميلاد الثوره عليها كل الأمور اللي صارت، الشعارات، الصور، كل الأمور هالسنة متعلقة بالثورة، علماً نحن بأيام العيد بس ما فينا ما نعيش الوضع. رح نشوف سوا كيف كانت زيارتنا أو هيك رحلتنا بالداونتاون وتحديداً بالتياتر الكبير الجراند تياتر يلي هو يمكن المبنى يلي كتير عالم اكتشفوه، وأنا من الأشخاص اللي اكتشفناه خلال الثورة. هنشوف سوا الكليب وبنرجع منتابع. منى الجراند تياتر كنا عم نقول انه هو مبنى من كثير اشخاص اكتشفوه خلال الثوره وانا منهم طبعا، ورح يقطع عنا صور عن كيف كان الجراند تياتر قبل ما يبلشوا يعملوا له رينوفيشن. قد ايه مهم هالبنى
يلي عم نشوف هون. وانا بشكر ادي شويري على هالصور. طبعا هو اخذ هاي الصور قبل ما يبلشوا اعاده الترميم، يعني مثلا هذا الدرج ما بنشوفه هلا، بس قد ايه مهم هذا المبنى، يعني عنده تاريخ كثير قديم. شيرين، ما بعرف اذا لاحظتي، مثل كانه نحن خلال الثوره او قبل الثوره كانه لبنان كان مسلوب منا، كان مش لنا. منحبه كتير وعايشين فيه، وفي ناس كمان مش عايشين فيه بس منحبه كتير، وفي اشياء كتير ما بنعرفها لانه حاسينه مسروق. صح. فنحن كانه هلا بس نزلنا على الارض، رجعنا عدنا التواصل مع كل المباني، مع كل مبنى، مع الزفت، مع الأرصفة، مثل كأنه صار في رجعت العلاقة، كأنه هيدا لقلنا رجعنا اكتسبناه. وكنا عم نسمع من القديمين، يعني من الكبار بالعمر، انه قديما داون تاون بيروت كانت هيك، كانت تعجب بالعالم، كانت سوق شعبي. وبنرجع لنحكي على الجراند تياتر، هو تعمر باخر العشرينات. الارشيتكت يمكن اسمه يوسف افتيموس مثل ما بيقولوا. مبنى كتير تشارمينج، كتير ساحر المبنى. بتفوتي بتحسي انه في تاريخ كتير، يعني قطع، لانه هو كمان بكذا مرحله. انا بعد ما فتت عليه لحتى شوي عملت ريسيرش، كنت اسمع انه في عنا اوبرا هاوس يلي هي غير شيء، وعنا جراند تياتر، في عنا سينما اوبرا حتى ما بعرف اي المبنى اللي هو سينما اوبرا، اللي هو المبنى الفيرجن هلا. صحيح. وهذا الجراند تياتر، وكان يجي كثير مسرحيات مهمه وفرق كثير مهمه يعرضوا فيه، يجي يعني باليه من روسيا. ام كلثوم غنت فيه، عبد الوهاب غنى فيه. هلا انت شو رح تسمعينا اجان بالاستوديو؟ عبالي رح تسمعينا الترنيمه اللي غنيتيها بالكليب. يلا، لانه هيدي صلاه مني كمان، انه صلاه للبنان، صلاه للبنانيه. صح. اعطيني الكلام تغني لك حبي، حب بيبتدي بالعطاء، واعطيني الحياة والإيمان بقلبي، مرة هالعمر بينعطى، اعطيني صلاة تلاقيك قبالي، واركع على دراج السماء، واعطيني الوفاء توفيك بحالي، واعطيني العطاء للعطاء، يا هادي العطاء للقلوب العالي، اعطي للطفول الحنان، واعطيني سلام لوطني الغالي، واعطي هاللي راح يعني قديه نحن كلنا اللبنانيه خصوصا بهالوقت بدنا رجاء من ربنا ومن يسوع، طفل اليسوع يلي بكره عيده، يلي بكره بيولد، لبلد احلى، ليوم احلى، للبلد اللي بنحلم فيه. يعني يمكن نحن بحياتنا ما عشنا لبنان اللي فعلا بنحلم فيه وبدنا اياه وبنامل له. قديه بتعبر عن احساس كل شخص، كل لبناني هالترنيمه. أنا بالنسبة لي لبنان أصلاً هو حلم، يعني أول شيء موقعه على الكرة الأرضية، تاريخه قديه في أنبياء وأديان قطعت فيه، قديه في حضارات قطعت فيه، قديه نحن منفتحين على كتير حضارات تانية، قديه في عنا هلأ إذا بتطلع قديه نحن أشخاص كرياتيف، قديه متحمسين، بتشوفي هالشباب بالطريق عم بيعملوا من كل تعبهم ومن كل جهدهم، بدهم ينقذوا لبنان، بدهم يسترجعوه. انا هيك صحيح. قديه بين فنانين بهالثوره واهميه الفنان والمغني والمطربين، كيف بيقدروا يوصلوا فكره بغنيه، ومعروف انه الفنان بيقدر بغنيه يقوم ثوره بكملها، وبينخاف من الفنانين عاده بك اوضاع، لانه الغنيه بتوصل، الصوت بيوصل، الموسيقى بتوصل بطريقه اسرع للكل.
بتعرفي شيرين بعالم الفن أوقات غنية بتاخد أشهر لحتى تطلع وتنطلق. نحن من وقتها بلشت الثورة ب 17 تشرين خلق جروب بلش حتى من كندا، يعني جمعوا بعضهم العالم وانتقل على لبنان، صار في كتير ناس سميناه لبنيز يونايتد أرتست لوا. كل أنواع الفنون اجتمعت بهذا الجروب، جروب واتساب يعني. وبعدين من هال يعني كان في مثل أمبريلا يعني تحت كل الفنون، وبعدين توزعت راحوا شي للموسيقى شي للديزاين شي للرسم. وكان كل جروب عم يشتغل لوحده. فجروب الموسيقى كمان عملوا جروب سونغ رايتينج، كتبنا غنية خصوصي للثورة. هلا إذا رح نشوفها لما ضاعنا وقت كتير تنقطعها، رح نشوف صوتك على الغنية الثورجية. وخلص خلينا نشوف الفيديو ونرجع منعلي. كلنا يعني منى بكل الاوضاع صوتك بياخذ العقل، بيوصل المسج وبيوصل الرساله بطريقه كثير قويه. انا بدي اشكرك كثير على هالمعايده الحلوه يلي هيك حطيتي لنا اياها وزرعتي لنا مود كثير حلو بالاستوديو، وان شاء الله يكون وصلنا لكل المشاهدين. طبعا بدي اذا بتحب تعايدي سريعا. انا بحب عايد اكيد كل اللبنانيه. هلا نحن عم نمرق بظروف صعبه بس ضروري نضل محافظين على العيد وعلى الفرح لحتى نقدر نسابر كمان، لانه مسيرتنا على الشارع طويله. صحيح مزبوط. وانا بدي اذكر كل النشاطات اللي عم بتصير بالساحه الشهداء. اليوم في عشاء العيد من الساعه 6 ابتداء من الساعه 6 والدعوه عامه للكل، فينا كلنا ننزل نساعد بعض، كلنا نتعشى مع بعض. هذا عشاء العيد اللي بيجمع كل العالم مع بعضها، وعم نشوف الفيجوال على الشاشه اليوم على الساعه 6 مساء. وفي كثير امور كمان نشاطات عم بتصير، وسمعنا بشجرة الشعب اللي عم تعملها حياة ناظر بالاشتراك مع ايدي شويري، من طناجر وصور رح ينطبعوا وينحطوا على بولات لنزين فيها الشجرة، رح تتنفذ بها الجمعة. إذا بتحبوا تعرفوا التفاصيل وكيف عم بتصير ممكن تتابعوها على السوشيال ميديا على الفيسبوك وإنستغرام حياة ناظر أو عند ايدي شويري. أنا بدي عيد كل العالم كل اللبنانية، ودايما بقول لازم نتقبل بعض، لازم نحب بعض نقدر نقوم ببلد جديد وبحياة أحلى وبكرة أمل جديد ليوم أحلى إن الله راد. ماري كريسمس للجميع وينعاد عليكم جميعا. بريك ومنتابع ألايف.